انا ماشي هنا بس في حد عمال يدور على واحده اسمها منى. قال لي ازيك عامل ايه؟ والله زي الفل. لقيتها ولا لا؟ خلاص لقينا منى شلبي وحسين اتبسط. خلاص انا شايف فيديو وخليناها تتكلم حسين في التليفون. حسين مبسوط دلوقتي. احنا لقينا ريد كاربت على قدنا اهو وماشيين عليها. دي ريد كاربت الغلابه، بس مشكلتها انها بتودي فين بقى؟ بتودي على الحمام. ريد كاربت بتاعتنا بتودي على الحمام. ينفع تعمل ايه يعني؟ ينفع يا عم طارق؟ والله يعني نعمل ايه طيب؟ يا عم بس ايه شياكه ولا علاقه والكلام ده؟ والله شياكه بجد. والله والله الحمد لله. كام الجامد اللي انت عامله؟ والله احنا عاملين مسلسل مسلسل رباعيه، رباعيه اربعه ابطال وزوجات بطولات خاصه. مبسوط جدا ان انت دعمتني من ساعه ما اتكلمت جامد. قلت لك محتاجينك تبقى معانا لان وجودك مع زوجات بطولات خاصه ادالهم اهميه. سامعك بس انا عارف ان الكلام ده انت قلته 50 مره دلوقتي. والله الكاميرات مش سايباك، الكاميرات مش سايباك. ها انت الكلام ده عايز اقول لكم ان احنا موجودين النهارده عشان في بطوله مسلسل عالم موازي اللي هو كلهم ابطال ذوي الهمه. ذوي الهمه ان شاء الله يعجبكم. ايه ودور مايا والثلاث الارض وانا بحب انا شكرا لك. تعالى انت مشوار دهب غيرك. انا قابلتك في دهب صح؟ انا فاكرك اسمك حسن بطل. انا لما قلت لك الاسم ده انا ما بحبوش. ماشي يا ابو علي. فل شوف المسلسل هتبهرنا. انكسر ازيك يا رحمه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. طالعه في المسلسل باسم ايه؟ فرح. انت هتعملي مسرح دلوقتي؟ ايوه. انا اول واحد مش انت بتعملي لايك على اليوتيوب؟ شكلك كده بتقولي لا. مش فاكره صراحه لان انا ما بفتحش الموبايل كتير عشان الامتحانات. طب انا بقى هعمل لك لايك على المسرح النهارده. اول ما تعملي العرض بتاعك هطلع عليك. ماشي. بس انت لما تشوفي الفيديو بتاعي تعملي لايك. حاضر. عشان نبقى خالصين. واو حبيبي حبيب قلبي. حبيبي اوه ماي جاد. احب اشكر بوسي الفنان الحقيقه واكرمك الجايزه بتاعتي. اخويا هو اللي يستحقها. اخويا هو اللي يستحقها. هو ده الاخلاص يا جدعان، ده الاخلاص بتاع الاستري. خلصت اهي بجد يا جماعه. بحبه قد الدنيا كلها. اللي وقف جنبي في يومي النهارده كان اهم واحد في اليوم كله اللي اتكرمت بفضله بعد ربنا. اخويا انا مش عارف من غيرك كنت هتوصل المكانه دي ازاي. هبه اهي.